أحسن الله إليكم. يقول السائل: بقي لي ساعتان عن موعد الرحيل إلى بلدي، ولا يمكنني أن أطوف طواف الوداع، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء، طواف الوداع في العمرة غير واجب، طواف الوداع واجب في الحج فقط، أما العمرة فليس لها وداع واجب، إن تيسر تطوف طف، وإن لم يتيسر فلا حرج عليك. نعم.